مهمة ضيف مصر الكبير الرئيس قيس سعيد إلى النائبة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر. سيادة النائبة، أولا مساء الخير على حضرتك. أهلا، مساء الخير. قراءة دقيقة لهذه الزيارة في هذا التوقيت، وأهلا وسهلا بالرئيس قيس سعيد ضيفا عزيزا وكريما على مصر وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا. هذه الزيارة طبعا هي زيارة مهمة وزيارة ينتظرها الشعب التونسي، باعتبار أن العلاقات التونسية المصرية هي علاقات هامة على كل المستويات الاقتصادية الثقافية السياسية، وعلى مستوى دعم القضايا العادلة عبر العالم. وبالتالي هذا التقارب على مستوى رأس الدولة يعتبر رسالة هامة للشعب التونسي وكذلك للشعب المصري. وأهم في هذه الزيارة هو النقاط التي استمعنا إليها في الندوة الصحفية، وهذه النقاط هي نقاط ينتظرها الشعب التونسي، خاصة فيما يتعلق بملف مقاومة الإرهاب ومقاومة الجماعات المتطرفة ومقاومة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وفروعه وأذرعه التي تعاني منها تونس منذ سنة 2011. وإلى اليوم الشعب التونسي يرفض هذه التنظيمات ويرفض السياسات التي نتجت عن هذه التنظيمات وتغلغلها في مفاصل الدولة ومفاصل الحكم. والتعهد الذي جاء على لسان الرئيس التونسي في إطار اتفاقه ولقائه بالرئيس المصري لمكافحة هذه التنظيمات وإبعادها عن بلدنا والحد من نفوذها وتشفيف منابع تمويلها وتفكيكها، هذا مطلب أساسي للشعب التونسي. ونحن في الحزب الدستوري الحر كحزب معارض للإخوان ولحكمهم ولمنظومتهم نعتبر أن هذه النقطة هي أهم نقطة جاءت في هذه الزيارة، وننتظر طبعا تفعيل التعهدات التي جاءت في الندوة الصحفية، وننتظر أن الرئيس التونسي عند عودته إلى تونس يشرع في فتح الملفات الحارقة، الملفات الخاصة بالأمن القومي، ونتصور أنه تزود وله كل الإمكانيات للتزود بكل المعطيات التي تجعله قادر على تفكيك منظومة الإرهاب ومنظومة الإخوان ومنظومة الفكر الداعشي التكفيري العنيف الذي وصل اليوم إلى درجات خطيرة من تحكمه في الدولة وفي القرار السياسي. وهذا ما ننتظره وما سنضغط لكي يتحقق لتونس والتونسيين. سيادة النائبة، هناك بعض القوى داخل تونس وخارج تونس تهاجم هذه الزيارة، تحليل حضرتك من اللي زعلان من زيارة الرئيس قيس سعيد إلى بلده الثاني مصر؟ هذا معروف لدى الشعب التونسي ولا يؤثر فيه، باعتبار أن من يغضب من مثل هذه الزيارة هم تنظيم الإخوان المتشبثون بمرحلة التنظيم الذي كان في فترة معينة على رأس الدولة المصرية، ومن باب دفاعهم على هذا التنظيم الإرهابي ومن باب إعلانهم الانخراط والعلاقة العضوية بهذا التنظيم هم يعبرون عن غضبهم. وهذا الغضب في واقع الأمر هو يفرح الشعب التونسي باعتبار أنه يكشف وجههم الحقيقي، لأنهم في تونس يعتمدون أسلوب التحيل والمناورة ويريدون إقناع الشعب التونسي أنهم لا ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين ولا علاقة لهم بهذا التنظيم وأذرعه. لكن غضبهم وتعبيراتهم التي تأتي في مثل هذه الزيارات تؤكد انتمائهم الحقيقي لهذا التنظيم وعلاقاتهم التي لم تنقطع بهذا التنظيم، وتؤكد أن ما يقومون به في تونس هو تسليم وتنفيذ للمخطط الإخواني المتطرف الظالمي، وأن سياستهم هي في النهاية ليست سياسة تونسية نابعة من مفهوم الدولة الوطنية ومن ثوابت الدولة التونسية الحديثية المنفتحة المعتدلة الوسطية، بل نابعة من مخطط الإخوان الظالمي المتطرف التكفيري. إذا هذا ليس له أي تأثير على رأي العام التونسي إلا أنه يكشف وجوههم ويؤكد لنا أنهم يراوغون ويغالطوننا بادعائهم التونسة وادعائهم أنهم أحزاب مدنية لا علاقة لها بالإرهاب.
الأحزاب السياسية في تونس كيف تابعت هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد إلى مصر؟ في الحقيقة يمكنني أن أتحدث عن نفسي وعن حزبي الذي أرأسه. بالنسبة لنا كما قلت لك نحن حزب معارض لهذا التنظيم، ونحن في أوج النضال ضد ما يقوم به من جرائم داخل تونس على المستوى المجتمعي ومحاولة تقويض نموذج المجتمع والتراجع عن أهم المكاسب في تونس وعلى رأسها مكاسب المرأة التونسية ومجلة الأحوال الشخصية وكل ما يتسم به الحياة التونسية من اعتداد ووسطية، وأيضا جرائم على المستوى السياسي باعتبار أن المنظومة السياسية التي وضعوها عندما تسلموا الحكم منظومة سياسية أثبتت فشلها اليوم وأدت بتونس إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتهديد بالإفلاس وتهديد بالتفريط في السيادة التونسية، وأيضا جرائم اقتصادية واجتماعية نلحظها اليوم خاصة ونحن نعيش في فترة الوباء وفي ظل الفشل الحكومي الذريع لإدارة هذه الأزمة. ونعتبر أن سبب الفشل وسبب المشاكل الكبرى التي نعيشها اليوم في تونس هو الخيارات الخاطئة والمخطط الممنهج لتدمير الدولة التونسية وعدم إيمان هذا التنظيم الذي تسلم الحكم منذ 2011 وتغلغل في الدولة التونسية. الخيارات والمخطط التدميري الممنهج هو الذي تسبب فيما نحن فيه من إشكاليات، ونعتبر أن الحل في تونس يبدأ في أول خطواته بإزاحة هذا التنظيم من الحكم وإزاحته من المشهد السياسي عبر كشف الحقيقة وكشف التنظيمات التي يتبناها وكونها في تونس عبر قطع الأذرع التي يتصرف بها، وخاصة تشكيف منابع التمويلات التي يستعملها في الانتخابات لكي يضمن نجاحه في كل المحطات. إذن بالنسبة لنا كحزب تابعنا هذه الزيارة بطريقة معمقة، أيضا يهمنا في هذه الزيارة التعهد بالتعاون الثنائي على المستوى الثقافي واعتبار سنة 2021-2022 سنة الثقافة التونسية المصرية، لأننا خلال هذه الفترة الحالكة من تاريخ تونس تحت حكم الإخوان أرادوا تدمير الثقافة التونسية، أرادوا إخراج صوت الفنانين والمبدعين والمثقفين في تونس ولم يتركوا أي صدى للإبداع، وبالتالي هذا التعاون إذا تم تسليمه وإقرار هذه السنة الثقافية فهي ستكون مصدر ازدهار للثقافة نحن في حاجة إليه وندعمه في الحزب الدستوري الحر، لأن برنامجنا الثقافي يقوم على دعم الثقافة والإشعاع الثقافي لتونس مع الدول الشقيقة والصديقة. وأيضا الثقافة نعتبرها ركن أساسي في برنامجنا لمكافحة الإرهاب والتطرف والتكفير وتأطير الشباب والابتعاد معنا بهم عن الوقوع في فخ الدمغجة وفي فخ الهجرة الغير شرعية أو الهجرة لاقتراف جرائم إرهابية. أيضا موضوع التماسك المجتمعي هذا مهم جدا بالنسبة لنا ويتماشى مع نظرتنا بالحزب الدستوري الحر، لأن كل نضالاتنا تصب في إطار التصدي لمخطط تفكيك الدولة الذي يقوم به الإخوان ومخطط التشتت والتشتيت المجتمعي وتقويض النموذج التونسي، وهذا هذه القيم مهمة جدا. أيضا الملف الليبي والحرص على إخراج المرتفقة والمقاتلين والإرهابيين والدواعش ومنع التدخلات الأجنبية الرامية إلى فرض هذه التنظيمات المتطرفة في المنطقة، هذا من شأنه أن يمس الأمن القومي التونسي، والتخلص من هذه المخاطر في الشقيقة ليبيا من شأنه أن يؤثر إيجابيا على استتباب الأمن داخل تونس وتطوير العلاقات الثنائية التونسية الليبية، وأيضا فرض السلام في منطقة المغرب العربي والمنطقة العربية وشمال إفريقيا، وهذا مهم جدا. أيضا موضوع الأمن المائي هو موضوع مهم جدا، دعمنا للأمن المائي المصري هذا لا جدال فيه ولا شك فيه، وأيضا أن نصيغ ونصوغ استراتيجيات مستقبلية مشتركة في المنطقة لضمان الأمن المائي لشعوبنا، هذا موضوع هام واستراتيجي ولابد من التفكير فيه. كل هاجسنا في الحزب الدستوري الحر هو مدى تنفيذ هذه التعهدات خاصة من الجانب التونسي،
باعتبار أن الإشكال الحقيقي في تونس والنظام السياسي، باعتبار أن الجانب التنفيذي مرتبط كثيرا بالإرادة الحكومية، واليوم الحكومة التونسية هي تحت هيمنة الإخوان، وهذا هو ربما موطن الصعوبة الذي نتوقعه لتنفيذ العديد من هذه التعهدات. لكن نحن كحزب دستوري حر سنكون حاضرين بقوة في الساحة السياسية للدفع نحو تنفيذ هذه الاتفاقيات وللضغط نحو تنفيذ هذه التعهدات التي ستعود إيجابيا على تونس. أشكرك شكرا جزيلا.